يوم الثلاث كان فيه أحداث كتيرة جدا، بدايتها أنه السيد المسيح وتلاميذ كانوا راجعين من بيت عينيا إلى المدينة، وساعتها شاف التلاميذ أن الطينة اللي لعنها يسوع قد يبست. بعدين اتحركوا سوا على الهيكل اللي فيه قابل يسوع ثلاث مجموعات، مجموعة الأولى الفريسيين، مجموعة الثانية الصدوقيين، والمجموعة الثالثة ناموسيين. الصدوقيين يعتبروا الطبقة الأرستقراطية عن الباقي، وهم بيمثلوا أغلبية السنهدرين. ما بيؤمنوش بقيامة الأموات ولا أن في حياة بعد الموت، ويرفضوا وجود عالم روحي اللي هو الملائكة أو الشياطين. يعتبر الصدقيون أكثر تشدداً من الناحية العقائدية، ومكان تواجدهم هو هيكل أورشليم، على عكس الفريسيين اللي مكانهم في المجامع. على قد ما الصدقيون يبان أن هم أكثر تشدداً من الفريسيين، إلا أن علاقتهم بروما كانت أحسن بكتير، وكانوا متساهلين جداً مع القوانين الرومانية أكثر من الفريسيين، لدرجة أن هم ما كانوش بيقاوموا التطبع بالثقافة الهيلينية اللي الفريسيين كانوا بيرفضوا يتطبعوا بيها. ابتدى بعد كده الفريسيين يحكوا مع سيد المسيح على موضوع الجزية، وهو رد عليهم في متى 22. بعدها ابتدى الصدقيون يتكلموا مع يسوع في موضوع القيامة اللي هم مش بيؤمنوا بيها أساسا، وبرضو عرف يسوع يرد عليهم في متى 22 من آية 23-33. بعد كده جينا موسيين وسألوه عن الوصية العظمى، رد يسوع عليهم وقال لهم أنه أعظم وصية هي تحب رب إلهك من كل قلبك. وبعد كده ابتدى يسوع يحذر الجموع والتلاميذ من الكتبة والفريسيين، وابتدى يدي الويل ليهم، وبعدين ابتدى يرثي أورشليم. بعد كده ابتدى يسوع والتلاميذ يتحركوا سوا إلى جبل الزيتون، وهما في السكة ابتدى التلاميذ يشيروا إلى فخامة وعظمة بنية الهيكل، فابتدى يسوع ينبئهم بخراب أورشليم في متى 24. لما وصلوا جبل الزيتون ابتدى يسوع يديهم علامات المجيء التاني وعلامات على خراب أورشليم، ابتدى يحكي لهم أكتر عن أمثلة على الاستعداد للمجيء التاني. أول مثل كان مثل العبد الأمين في متى 24، المثل التاني كان مثل العذارة في متى 25، وبعدين اداهم آخر مثل عن الوزنات.